ادري شلون يعني جول تسلل. والله يعني شنو تسلل؟ تسلل يعني زي الحرامي يدخل 18 زي الحرامي بعدين يكفش الحكم ويقول لها لا يا قلبي زين شوت هذه هذه انا الحين مدريد وين رونالدو؟ ماني بشايفه خويته اخر مره طلعوا وكان شقره خويه رونالدو الشقره وين راحت 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 وين راح؟ راح تشيش تشيش وين؟ الله يصدقك قول يا مين يرحم والديك بشوف المباراه يرحم امك وابوك انت وعدتيني انه انت توعديني قلتي لي انه انا بشوفها معك وبتابع معك وبخليك تشوف المباراه ليه ما خليتيني اروح الاستراحه واشوفها هناك يعني انا ابغى افهم يعني انا هل انا حد داعي علي عن اذنك انا ابغى اروح اكمل المباراه في الاستراحه ممكن على فكره انت رجاجيل كذا ما عندكم روح رياضيه